ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، عليه أتم الصلاة وأتم التسليم. كل سنة وانتم طيبين، وصباح جديد لانج كده إن شاء الله عليكم يا حلوين. أقول لكم الأسعار النهاردة طبعا عشان احنا على الطريق، الموتوسيكلات والأصوات بعد دي صعبة جدا. طبعا ده فيوم على وشه، في ديوك اهو، في ديوك بكام؟ بستة جنيه ونص، ستة جنيه ونص. البلد خلص، البلد بخمسة جنيه بس، البلد اللي جاي النهارده خلص بسم الله ما شاء الله، وجاي بلد تاني اهو خمسة جنيه. الفيوم اهو ديوك اهو، ستة جنيه ونص. لا ما شاء الله، شايف فيومي ولا كلمة، شايف فيومي ولا كلمة. الله، الساسو ب 10 جنيه، الساسو ب 10 جنيه، الساسو ب 10 جنيه. الساسو ب 10 جنيه، والأبيض كام؟ ب 14 جنيه. قلنا الأبيض هيرفع تاني ورفع. يلا يا عم أبو المجد الله يهديه، الله يرحم الجميع يا رب. شوية أبيض برضه ولا كلمة، عاملين إزاي؟ ما شاء الله. أبيض ب 14 جنيه، ديوك في براب، ديوك في براب. البط ب 30 جنيه، عمر ايه؟ خمس ست ايام، مشرك ومولر. والبيور ب 24. السمان عمره 16 يوم اهو، السمان بسم الله ما شاء الله اهو، اهو ما شاء الله. السمان 15 يوم ويتذبح، 15 يوم ويتذبح، اهو 15 يوم السمان ويتذبح، 15 يوم والسمان يتذبح ان شاء الله. ده عامل 10 جنيه، 10 جنيه سمان اهو. اللي عايز يلحق سمان رمضان موجود ان شاء الله، 15 يوم وتذبح على طول ان شاء الله، 15 يوم وتذبح. يبقى البط ب 30 جنيه مشرك ومولر، والابيض ب 14، الساسو ب 10، بلدي 5، فيوم 6 ونص. وده على التليفون يا ابو الحاج، واللي ما فيش بط مسكوف النهارده وما فيش فرنساوي. شوية سمان حلوين قوي ما شاء الله والله. شوفوا كده ابو 9 جنيه ونص كان عامل ازاي، وده ب 10 جنيه وعامل ازاي ما شاء الله. ها؟ سمان ما شاء الله موجود كميات برضه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.